بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئت إليكم بفكرة جديدة، وهي هذه اللوحة التي سميتها لوحة المقارنة، يعني نقارن فيها الأعداد. الوسائل المطلوبة: نحتاج عربتين، هاتي العربتين نلصقها ونترك فراغ هنا، نترك فراغ في هذا المكان وفي هذا المكان. نحتاج إلى بطاقات الأعداد، ثم هذين الشريطين، هذو هما الوسائل المستعملة. هاد الشريطين راهما مغلفين بالغلاف الذي نغلف به الكتب والمقررات، يسمى الأديزيف. أنا راه دايرة لهم هنا سكوتش، وهاد المكان هذا حتى هو مديرة له سكوتش باش يسهل علينا عملية إزالة الأشرطة ووضعها بالشكل الذي نريد. هاته البطاقات حتى هما معمول لهم الأديزيف، ها هو، ومن جهة أخرى عملت لهم سكوتش. اللي بغى يستعمل لهم سكوتش راه حتى سكوتش مزيان، غير هو الأديزيف ما تيبانش من هنا، فيه داك التقطيع هنا اللصاق، الا لاحظتوا هنا كيبان شويه بان اللصقام لصقاو معاوده. الفكره ديالي هي اننا نوضعوا مثلا هذا الرقم هنا المقابل ديالو هنا، ونعطيو للتلاميذ ولا الاطفال ديالنا يقارنوا الاعداد. هنا عندنا هنا 9 وهنا عندنا 9، اذا الرمز الذي نحتاجه هنا هو الرمز تساوي، ها هو هذا هو الرمز تساوي. هذا بالنسبة لهذا الرمز. إذا أردنا رمز آخر مثلا هنا 11 وهنا 9، إذا لاحظوا معايا، إذا غنستعملوا هذا الشريط بهذا الشكل، هذا الشريط بهذا الشكل وهذا الشريط بهذا الشكل، وكنحصلوا على الرمز اكبر. احتاجينا عدد صغير، مثلا هنا عندنا 7 وهنا عندنا 9، اذا هنا نحتاج الى الرمز اصغر، هذا هو. بالنسبه لهاد العربات راه حتى هما غلفتهم بالاديزيف بزوجات باش كنبقى محافظه عليهم. بالنسبه للطريقه ديال التلصاق ديالهم، راني لصقتهم من هاد الجهه وخليت هاد الفراغ هنايا باش نوضعوا فيه البطاقات ديالنا، ها هما. نتمنى تكون الفكره بسيطه ووصلت، نتمنى تجربوها وتستفدوا وتفيدوا بها الوليدات أو التلاميذ ديالكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.